عليكم اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. كما كتشوفوا اليوم غنديروا حلوه تاع ريش بوند بطريقه جديده. هنا كما كتشوفوا غنستعمل ان شاء الله كميه قليله. درت هنايا 200 تقريبا 250 غرام تاع فورص. هنا عندي واحد خماره تاع خماره عاديه، وعندي هنا واحد سكر فاني. تقريبا الخميره عندنا هنايا 8 غرام تاع الخميره. هنايا عندي بيضه واحده، عندي هنا 60 غرام تاع الزبده، عندي هنا قبصه تاع الملح. هنايا عندنا حامضه حكيناها قشور تاع الحامض او ليمون مبشور باللغه العربيه، اللي ما عرفش الحامض اللي كيتلف له الحامض مع الليمون، يعني الليمون العادي. هنايا كما كتشوفوا عندي نصف كاس تاع الزيت، زيت نباتيه، يعني تقريبا كمية تاع نصف كاس عنبة تاع زيت نباتية. عندي هنا السكر سنيدة، تقريبا هنايا عندي 60 غرام تاع السكر سنيدة. عندي هنايا مربى، غنستعمل انايا هنا ان شاء الله مربى تاع الفريز. هنا كما كتشوفوا ده هذا كنعمر به، وهذا حتى هو هذا ندير فيه ريش مات اللي نغمس فيه دوك الحلوه. هنايا الا قدرتوا عندكم كونفيتور خاص بالحلويات، هذاك اللي كيكون سائل، فمن الاحسن بالنسبه لذاك ديال المشمش من الاحسن يكون سائل تاع الحلويات. راه كاين واحد الكونفيتور خاص للحلويات، انا هنا غنستعملو وغندير فيه قليل من الماء ان شاء الله، ونغليه باش يولي ليا شويه جاري شويه او سائل. هنا كما كتشوفوا فانا هنا درت الزبده ديالي، هنضيف سكر ثقيل او سنيده. كما كتشوفوا سنيده كنديروا الكميه اللي درنا، زائد دابا غندير سكر فاني. ندوزو نديرو حتى قشور تاع الليمون المبشور او الحامض محكوك، ندوزو نخلطو المكونات ديالنا. وحنايا هنا اللي بغيتو تستعملو واحد الاناء بحال هادي، كنقول لك قصريه، تقدر تكون متوسطه، انا عندي هادي غير كبيره. كتشوفو الاناء اللي يقدر يجمع لكم هاد المكونات، بداو تخلطو فيه، تخلطو اللي عندهم متوسطه تكون حسن. انا هنايا عندي غير هاد الاناء الكبير، فانا استعملته لانه كيكون احسن فاش تخلطي المكونات، كيكون كلشي عندك في هذيك المساحه كتكون كافيه بانك تخلطي فيها المكونات تاع الحلوه ديالك. واللي بغى يستعمل ولا تاع العجين ولا هذا يقدر يستعملها. انا هنايا كنرتاح فاش كنصوب الحلوه كنصوبها في الاناء في هذه القصريه. فانا هنايا كما كتشوفوا كان مكونات هنبداو نخلطوها في يدينا، حتى كتشوفوا داك السكر السنيده او السكر الثقيل كيبدا كيدوب مع الزبده، يعني كيبدا يدوب يعني مع الحراره تاع اليد ديالنا، ومع هذا كتبدا صافي كيبداو المكونات كيتجانسوا. ما تخليوش حبيبات السكر يعني يكونوا كي هكا كتقيسوهم بيديكم، الاحسن تبداو تدركو مع ديك الزبده حتى كتشوفو كيولي بحال شي كما بوماد ولا شي تكون يعني تكون رطبه في يديكم. كما كتشوفو هنا عندي بيضه، هدير البيض ديالي وانا كنخلط زيت البيض ديالي وانا كنخلط باش يتجانس ليا مع دوك المكونات. بالطبع فاش تخدموا الزبده مزيان مع يعني مع السكر السنيده. هنا غنبداو نخلطو مزيان مزيان، وتقدروا تستعملوا حتى داك الضراب اليدوي الا كان الاناء شويه صغير. انا هنايا شويه الاناء كبير، انا كنخلط هنا يعني واحد كياخذ راحته في اي اناء اللي يقدر يخلط فيه. كي تقدر تكون قلت لكم تستعملوا حتى هاد الطراب اليدوي، راه زوين انا عندي، ولكن راه كان يعني كنفضل نخدم بيديا باش كنتحكم في المكونات، كنقيسهم واش داك المكونات جانسو مابقاتش داك السكر. من بعد ما خلطنا المكونات مزيان، هنا كندوزو نضيفو نصف كاس تاع الزيت ديالنا،
وحنا كنخلطو كنضيفو بشويه بشويه، كتخلطو المكونات شويه وكتزيدو تاني شويه الزيت، كتزيدو كتخلطو هادشي كامل باش يعني باش يتجانس هذاك الخليط. هنا كيبقى لكم، قلنا لك قلت لكم كيبقى لكم الاختيار انكم تستخدموا آلة العجينة او هاد يعني ديروها بيديكم. انا صافي درت الزيت ديالي، رانا هنخلط المكونات مزيان. هنا استعملت الضراب كما كتشوفوا، انا كما كتشوفوا هنضيف الملح ديالي، قبصه تاع الملح اللي درنا ضروري منها هذه. انا كنصح اي وحده غتصوب اي حلوه فضروري لكم من قبصه تاع الملح هذه. هنا كنكملوا التضريب ديالنا تاع داك الحلو داك المكونات باش حتى داك الملح وتاني حتى هو يعني تجانس لينا مع هذا مع هاد المكونات ديالنا. دائما نضربوا مزيان حتى كنضربوا المكونات ديالنا مزيان. دابا كنزيدوا هذيك الخماره ديالنا، او الخميره تاع الحلوه، غنضربوها حتى هي مزيان. هنا دائما نبقاو كنحركوا المكونات ديالنا. الحلوه كتبغي الخاطر يعني تخلطيها حتى المكونات كتجانس. هنا كما كتشوفوا عندي هنضيف نصف الكميه تاع الدقيق اللي عندي، وانا كنغربلو هنايا. انا نخلط هذاك نصف الكميه حتى تجانس تخلط لي مزيان مع المكونات ديالي، وعاد هندوز له النصف الاخر يعني باش ما ديروش الدقيق مره واحده، هيجيكم شويه داير باش تخلطوه. الاحسن ديروا نصف الكميه ومن بعد عاوتاني ديروا نصف الكميه الاخرى. نضيف النصف الاخر تاع الدقيق وانا كنغربلو، يكون فيه شي حاجه او تكون فيه شي هذا ضروري باش تكون يعني الحلوه ديما كتبغي الدقيق ديما لا في اي حاجه كتبغي الدقيق تغرب ليه لا قدر الله تكون. هنا كما كتشوفوا بعد ما جمعت العجين ديالي وجدت واحد اللاطه الاناء، واحد اللاطه ودرت فيها هذا البابي هذا باش ما تلصقش ليا الحلوه ديالي. هنا هندوز نكوروا هذيك الحلوه نديروها بواحد يعني لعب يعني عينيكم ميزانكم تخرج واحد الكويرات صغار كما كتشوفوا بهذا الحجم هذا. يعني نتوما كتجمعوا العجينه ديالكم في يديكم وكديروا كويرات صغار على هذا الحجم. غنبقى غادا على هذه الطريقه ان شاء الله حتى كنكمل هذيك اللاطه ديالي وكامله. عاد من بعد هندوز باش ندير النصف تاع اللاطه، هنديرها واحد الشكل. دابا تبعوا معايا ان شاء الله حتى اخر الفيديو، راه ما تفلتوا حتى لقطه لان هنوريكم حيت ندير هنا جوج انواع كما كتشوفوا على هذه الطريقه. عينكم ميزانكم
او تقدروا ديروا الميزان اللي بغى يعبر، مثلا اللي بغى يدير شي كوموند ولا شي حاجه، كدير واحد الميزان صغير وكتعبري هكا يعني كل وحده بالعبار ديالها صغير، يعني بالعبار تاعها بالجرام شحال بغيتو فيها، كل باش يجيكم الحلوه ديالكم تجيكم قد قد او تجيكم في حجم يعني متساوي. انا هنايا درت عيني ميزاني، درت كويرات صغار وبعدتهم هنا حيت راه فيهم الخميره، هتزيد الحلوه هتنفخ ليا. دايما ما بين حلوه وحلوه خلي واحد المسافه كبيره في اللاطه ديالكم باش ما تلصقش ليكم الحلوه مع بعضها، يعني لا من المسافه من ما بين الجناب وما بين الحلوه اللي تحت منها. يعني هنديرهم هاد الكويرات كاملين حتى نسالي، ومن بعد هذا ندوز باش نشكلهم يعني هتكون وحده، هندير ريش بوند بالطريقه اللي فيها الكونفيتير في الوسط، اللي هندير واحد الثقب في الوسط ندير فيه كونفيتير او المربى، وهندير النص الاخر اللي هيكونوا واحد داك ريش بوند اللي معروفه اللي كان نستعملو محبوبات الجماهير، هذيك اللي كتكون ملاصقه، هذاك النوع تاني. فبقوا معايا ان شاء الله باش نوريكم الطريقه كيفاش تصاوبوهم. يعني فسليت اللاطه ديالي كما كتشوفوا، شديت هاد العصا اللي لقيتها عندي شويه عندها واحد عريضه من القدام، وتقدر دير لي واحد الثقب اللي انا الشكل اللي بغيت في الحلوه. نتوما عندكم كاين واحد الاله كتستعمل في هاد الحلوه، راه هي كتكون بحال تاع السيليكون وكيكون فيها ثقب من الوسط، وكتقدروا ديروا فيها الحلوه ديالكم واحد اللاطه تاع السيليكون كتبع خاصه بهذا النوع تاع الحلويات اللي كيكون فيهم هاد الثقب من الوسط، وتعمروهم بالكونفيتور. يعني هذاك اللاطه ما عرفتش كتباع في عند مول الحلويات، حتى هي رائعه ديك اللاطه، الا لقيتوها راه زوينه. يعني كنتهنيكم من هاد الطريقه تاع انكم تقدروا كديروا العجينه ديريكتوم في هذيك اللاطه تاع السيليكون وكتخشيوها في الفران، كتعطيكم كتقلبوها كتعطيكم داك الشكل تاع الحلوه مطقو فيها الثقب من الوسط. انا هنا ما عنديش، ما متوفرش عندي، لجأت انني نديرو بهاد العود هذا اللي لقيتو عندي في الدار، فكنحاول ندير الثقب نوسعه انا بالطريقه اللي بغيت. ما تنساوش لان الحلوه هتنفخ ليكم وهتقدر داك الثقب ما يبقاش، يعني حاولوا ديروا الثقب شويه يكون غارق، لان الحلوه فاش هتطيب وهتنفخ يقدر من بعد ما يبقاش عندكم كاع داك الثقب في الوسط. حاولوا توسعوه وتقادوه مزيان ويكون غارق شويه باش تقدروا ان الا تنفخت الحلوه يبقى لكم واحد شويه باش انكم تعمروه بالكونفيتور او بالمربى. هنا انا ندير غير نصف الكميه حيت مازال خرجت لي واحد لاطه صغيره تاع الحلوه، راه ما بيناش عندي في الفيديو، عندي هاد اللاطه زائد واحد اللاطه صغيره اللي هنديرها حتى هي بالريش بوند من النوع الثاني. قلت لكم هنا هادو ضربتهم شويه، هذاك سميتو كضربوهم شويه باش الا تنفخوا ما كيجيوكمش عاوتاني يعني عامرين، هادو الا تنفخوا يلاه يجيو يعني متوسطين، هما هادوك باش تلصقوا معاهم الحبه الاخرى، يعني كيجيو حبه ملصقه مع حبه. هاد الطريقه كما كتشوفوا ساليتها ان شاء الله. دابا ماشي مشكل الا تسقاتكم شويه، ماشي مشكل الا تسقات، لان قلت لكم الا استخدمتوا اللاطه اللي تاع السيليكون ما تشققش. هنا كل واحد وكي كيبغيها، كاين اللي ما كيبغاش تكون محمره، انا كتعجبني محمره هكا كتكون مقرمشه، تقدروا انكم تخليوها غير شويه غير تبان لكم شويه ذهبت شويه تخرجوها. انا هنا راه شويه تحمرت ليا، ولكن انا بغيتها تكون بهاد
الطريقه باتت تكون محمره شويه. هنا كما كتشوفوا صافي الحلوه ديالي تحمرات وجات زوينه. دابا هندوز ان شاء الله كما قلت لكم الكونفيتور، راه كاينين كونفيتور خاصين بالحلويات، انا ما متوفرش عندي هنا في كندا. استعملت في الكونفيتور زدت معاه تقريبا، الى درتو تقريبا ما كش نقول لكم، يعني هنا انا استعملت زدت جوج معالق حتى ثلاثه معالق تاع الماء ودرتو في الكاسرونه وخليته كيغلى. من بعد صفيت هذاك واحد الكميه قليله صفيتها اللي هنعمر بها هادو، هذاك مصفي وهذا ما صفيتوش، خليته هكاك لانني فاش ندور عليه الكوك هيجي مزيان، حيت هاد الكونفيتير كيكون فيه بعض القطع تاع الفراوله او تاع الفريز، ماشي مشكل، كيجي عندك حتى واحد البنه زوينه في هاد الحلوه ديال ريش بوند. اللي عندهم توفر المربى الخاص بالحلويات، كنعاودها المربى الخاص بالحلويات اللي كيكون سائل وكيكون زوين حتى هو، استعملوه الى عندكم. انا هنا ما توفرش، درت هاد الحلوه دابا النوع الاول بالفراوله تاع بالمربى تاع الفراوله، عفوا انا كتعجبني وكتعجب الوليدات هاد المربى تاع الفراوله في هاد الحلويات، انا استعملتها. عندي طريقه اخرى تاع الحلوى ان شاء الله، بقاو معايا لانني هندير واحد السلسله تاع الحلويات ان شاء الله اللي بغى يديرهم في الاعياد، هو عيد الاضحى ان شاء الله قريب، حتى هو اللي بغى يدير هندير واحد النوع اخر بحال هادي، بحال هاد النوع تاع اللي فيه المربى ولكن كتجي حتى هادي هشيشه. ان شاء الله تابعوا معايا الفيديوهات ديالي باش تعرفوا واحد، يعني ندير لكم واحد الحلوه حتى هي رائعه رائعه. هادو دابا انا كما كتشوف كنغطسهم في المربى تاع الفراوله اللي ديجا باش يعني ولات شويه سائله، وكان يعني كندردر عليهم داك الكوك او كان يعني كندورهم في هذاك الكوك، وعاد من بعد كنحطهم. الا بغيتو هنايا في هاد القيطه كديروا داك اللي قلت لكم داك المربى اللي كتكون شويه هادي، كتكون شويه عاقده اللي صفيتها، هادي كتكون مصفيه وشويه عاقده على هادي، مصفيه يعني، وكديروها في الوسط هاد الحلوه. الا كانت دائما عندكم كونفيتور اللي قلت لكم سائل بلا ما تحتاجوا هاد، يعني انا هذاك صفيته شويه باش نديرو الوسط باش يجيني حتى واحد هذا ما يجيش باش حتى الى جمد كيجي زوين من الفوق، ما كتكونش ديك هذاك المربى كيكون شويه هذا، الى جمد كيكون متجانس يعني ما كيكونش ولكم الاختيار، يعني كل واحد يشوف كيفاش يصوب بطريقته. انا هذه هي الطريقه اللي كندير هنا كما كتشوفوا، اي هذا حيت كيكون فاش كندردر فوق بالكوك كيتغطى هذاك الوسط تاع الحلوه، كنعاود ندير لهم الكونفيتور باش يبان، يعني يبان داك المربى فيهم، وهنا كنبقى على هذه الطريقه حتى نسالي. اخواتي كما كتشوفوا الطريقه الثانيه تاع ريش بوند، هذه ريش بوند المعتمده عند الجميع. هادو ديما كتغطسوا هذوك الحلوه ديالكم في هذاك المربى السائله شويه، ما كتكونش سائله بزاف، تكون ما بين وبين يعني ما عقده ما سائله بزاف. كتشدوا هذوك، انا شديتها هنايا درتها في الكاسرونه وسخنتهم،
كما قلت لكم كان عندي المربى ديالي كان عاقد بزاف، زدت له قليل من الماء تقريبا شي 3 حتى 4 ملعقة الماء، وخليته وكنخلط بالضراب داك العادل الضراب اليدوي، وكنخلط الكونفيتور مع الماء باش يطلق ليا. او تقدروا ديروا الضراب الكهربائي حتى هو كيخلي لكم تخلطوا يعني ماء بارد مع المربى وتخلطوه، من بعد ديروها في هكا في هاد الاناء يسخن شويه، ومن بعد كديروا فيها الحلوه ديالكم. الا كانت المربى تاع الحلويات كديروها تسخن شويه وكتلوحوا فيها هذا باش ديك الحلوه ديالكم كتشرب هذاك المربى ديالكم، يعني كتشرب المربى. من بعد كما كتشوفوا انا هنشد وحده نديرها على وحده وهندوز ان نغطسها في هذاك الكوك، نغطسها في الكوك وندورها، وانا كندور يعني بشويه بشويه هكا كما كتشوفوا، وهنغطسها في هذاك الكوك. هنشد الكوك ديالي ندردرو ليها انا ندردر عليها الكوك ديالي مزيان صافي، وكتلصق الراسه يعني كتلصق هذيك الجوجات كتلصق. هذه هي الطريقه المعتمده عند الجميع، دائما خليو غطسوا دوك الحليوات في هذيك المربى ديالكم الساخنه شويه باش كيشرب كتشرب ديك الحلوه وكتلصق. من بعد فاش كتبرد كتلصق كتلقاوها لاصقه يعني ما كتحلش. بحال هكا غنبقى غاده على هاد الطريقه، يعني كندير وحده على وحده وكندردرهم بالكوك حتى نسالي. هنا غير باش نفكركم ان هاد الحلوه كتبغي داك الكوك اللي رقيق بزاف، اللي ما كتبغيش الكوك غليظ. حاولوا تستعملوا الكوك يعني الحبات تاع الكوك تكون رقيق يعني اللي مطحون مزيان، هذاك الغليظ شويه هيديرونجيكم، مي هذا الرقيق كيجي مزيان يعني ما يكونش ولا الموين يعني اللي مطحون موين، ما يكونش داك الغليظ بزاف، حيت كاين واحد غليظ كيتباع في المحلات. انا كنقول لكم استعملوا الرقيق اللي مطحون مزيان او الموين المتوسط، يعني الكميه كتكون على حسب الكونتيتي اللي بغيتوا تصاوبوا. دائما شريوا الكونتيتي، شريوا الكميه تاع الكوك تكون وافيه باش الا سال لكم الكوك تزيدوه ثاني مع داك هذاك المربى. فاش كيطلق في هذاك الكوك كيبدا يتعجن، حاولوا يكون عندكم الكوك الكافي، وحتى الا ساليتو تقدروا هذاك الكوك تستعملوه في حلوى اخرى، ما تلوحوش واخا فيه المربى، تقدروا تستعملوه في حلويات اخرى. كما كتشوفوا حبيباتي الحلمة ديالي وجدات، جوج انواع سهله، مكونات سهله ودغيا، ما تاخذش منكم بزاف الوقت،
يعني وديجا جوج انواع الحلويات يعني كيحماق لهم الوليدات في المناسبات العائله هكا تحمر الوجه. نتمنى الفيديو تاع اليوم حبيباتي يعجبكم، واذا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على زر سابوني اسفل الفيديو وتضغطوا على زر لايك، وشكرا ان شاء الله في فيديو قادم وطبق قادم او حلوى جديده ان شاء الله.